ويا هلا، غرزتنا النهاردة غرزة أبسط ما يكون في الشغل بتاعها، كمان هتلاقوها شوية فيها فتحات خفيفة بس بتدفي جدا. ازاي تكون مفتحة وازاي تكون بتدفي؟ ده اللي هتعرفوه النهاردة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة الكلاستر. طبعا الغرزه دي موجوده في الكروشيه العادي، وغالبا هتلاقوها برضو موجوده في التريكو، والنهارده هنشتغلها مع بعض كروشيه تونسي. عاوزه الاول اوريكم شكل الغرزه. تراه، بصوا شكلها قد ايه كيوت. وطبعا هي فيها فتحات زي ما انتم شايفين اهو، باين حتى خروم من ورا. هي مش مقفله قوي ولكنها بتدفي جدا. طبعا تعتبر من الغرز متوسطه السمك، فيها تجميع غرز بسيطه و منبثقة شوية من الغرزة البسيطة كأصفف في البداية، وفي الوقت نفسه كمان عاطية على غرزة البابل أو غرزة الفشارة. فهتلاقوا شوية ميكس كده ما بين الاتنين غرزة دول أثناء ما احنا شغالين. ولكن زي ما انتوا شايفين الغرزة قد ايه رخوة مهما اشتغلتيها بإبرة. بقى انا دي شغلها بإبرة رقم 6، وزي ما انتوا شايفين سمك الخيط مش رفيع قوي، ولكن النتيجة بتاعتها خرافية. تقدري تعملي بيها بطانية، ايس كاب، بلوفر، تدخليها كنقشة لانها من الغرز المنقوشة، ولكن نقشتها بتكون بشكل لطيف كده وخفيف. فيلا بينا على طول نبدأ. هشتغل معاكم بخيط اليزا لانا جولد. طبعا البكرة دي شوية بقت غالية حاليا. طبعا اي عدد من السلاسل، غرزتنا مش معتمدة على اعداد معينة من السلاسل. بعتذر على صوت العصافير بس هم ما بيهدوش احيانا. زي ما انتوا شايفين من ظهر السلسلة وبسحب، بالشكل ده، وده افضل بكتير من ان انا اسحب اطراف السلسلة العادية من هنا. لا، من ظهرها كده بتخلي شكل الصف بتاعي منمق زي ما انتوا شايفين كده. بينفع معايا لما بعمل ايس كاب او بلوفر او كده، او محتاجة ان انا استخدم الاطراف دي بعدين في حاجة تانية او حتى كوفية. الاطراف دي بتكون شكلها حلو جدا. طبعا ده الصف الاول في الكروشيه التونسي، وزي ما انتوا شايفين بيكون بالمنظر ده. اي عدد سلاسل، وكل السلاسل بتاخديها معاكي على الابرة. طول الابرة زي ما انتوا شايفين بيكون حوالي 30 سنتي، 36 سنتي، 25 سنتي، وفي ابرة صغير، ودي بتكون اغلب الوقت خشبية مش معدنية، وبتكون اساسا ابرة ليها زي سلك، ليها زي سلك من ورا بيتوصل وبيتربط. اوكي، ده بالنسبة للناس المبتدئة. وطبعا الحاجات دي برضو هتلاقوها في فيديوهات معلومة ومنتج، هتعرفوا اكتر عن الابر. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. طبعا نقدر نبدأ غرزتنا بعد المرحلة دي، ونقدر ان احنا نعمل اول صف غرزة بسيطة زي ما انتم عاوزين. طرف السلسلة وبسحب، هعمل اول صف غرزة بسيطة. جانب السلسلة ممكن تاخدي طرف كده، وممكن تاخدي الاتنين مع بعض. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. وطبعا زي ما انتوا شايفين ابتديناها غرزة بسيطة، فعلى اساس ذلك بقول لكم ان هي مرتبطة بغرز سابقة اخدناها، زي الغرزة البسيطة وغرزة البابل او الفشارة زي ما بتحبوا تسموها. بعدين هنشتغل الغرزة بتاعتنا. لف على الإبرة، تمام، لف عادية اهو، ادخل كده في طرف السلسلة وبسحب، لفة كمان ادخل في طرف السلسلة وبسحب، وبطلع منهم كلهم بالطريقة دي. لف على الإبرة في طرف السلسلة، اسحب
لفة طرف السلسلة وبسحب تاني وبطلع من الأربعة كلهم وبشتغل كده لحد نهاية الصف. اللفتين بيعملوا معايا أربع سلاسل. تمام، كل واحدة بشتغل فيها اتنين سلسلة وبخلي معايا على الإبرة. طبعا بدخل في طرف السلسلة بس، مش بدخل في أطراف تانية. ادي كده أول لفة وادي اللفة التانية، بعدين كده بطلع منهم وخلي معايا على الإبرة. آخر حاجة باخد الطرفين سلسلة، ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. شايفين قد ايه شكلها كيوت؟ طبعا الضوء عالي قوي، انا هشتغلها لكم بلون تاني برضو اثناء الفيديو. طرف السلسلة وبسحب بالشكل ده كده، انا بعمل غرزة بسيطة فوق كل غرزة كلاستر عملتها بالشكل ده اهو، زي ما انتم شايفين كده. طرف السلسلة بخلي معايا على الإبرة. آخر حاجة باخد الاتنين سلسلة كده من الجانب، أسحب ارتفع سلسلة وكل اتنين مع بعض. شايفين قد ايه كيوت الغرزة؟ حلوة جدا. وطبعا أي لون هيليق فيها، أي نقشة الجنجا هيطلع خرافة معاها بصراحة. يعني انطلقوا بصوا شكلها قد ايه حلو. هي بس خلاص على كده، دي غرزتنا. اللي انت هتعمليه هتعيدي الغرز بشكل نفس النظام، فوق الغرزة البسيطة غرزة كلاستر، فوق الغرزة الكلاستر غرزة بسيطة، وهكذا لحد ما تخلصي كل حاجة وبتكون معاكي شكل الغرزة الجميل اللي انت شايفاه ده. حتى في الغوامق برضو ليه نقشة شكله حلو. كتر شوية عن كده وجيب لكم لون مختلف عشان الضوء الشمس عالي، بس تعرفوا التفاصيل. فوق كل غرزة بسيطة بشتغل غرزة كلاستر زي ما انتوا شايفين. ادي الطرف، اسحب لف على الابرة كمان، ادخل هنا واسحب، يكون معايا اربعة على الابرة واطلع منهم كلهم كده. طبعا شبه غرزة البابل شوية. لف على الابرة، ادخل في الطرف، اسحب لفة، ادخل في الطرف تاني واسحب، بيكون معايا بالطريقة دي اربعة على الابرة واطلع منهم كلهم. طبعا بنحس بزحمة شوية، انه كل سلسلة بشتغل فيها غرزة كلاستر بيكونوا لازقين في بعض زي ما انتوا شايفين، وده اللي بيكون لي الشكل العسل اللي انتوا شايفينه حاليا. طبعا لفة عادية خالص، يعني هي الغرزة شوية مرحة كده ولذيذة وسهلة جدا كمان للمبتدئين. تناقصات وتزايدات الغرز لو حابين اعمل لكم عنها سلسلة قولولي وانا اشتغلها لكم ان شاء الله، بس مش هتنزل طبعا في وقتها لانه حابة شوية اخد راحة بعد رمضان، لانه يعني فترة رمضان بتكون مرهقة جدا بالنسبة لي في الشغل على القناة. بحب دايما اعمل لكم فيها سلاسل كده تعرفوا فيها اكتر عن الكروشيه التونسي والتفاصيل تبعه. لفة على الابرة، طرف السلسلة واسحب، لفة طرف السلسلة وبسحب، وبرجع ألف واطلع من الأربعة واخلي معايا على الإبرة بالشكل ده. طبعا آخر الصف مش بلف أي حاجة، بروح على طول آخد نهاية الصف، ارتفع سلسلة وبنسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. وطبعا لازم نشتغل غرزة بسيطة فوق كل غرزة كلاستر عملناها. وفي حاجة بقى حابة أعرفها لكم، زي ما انتوا شايفين طرف السلسلة من هنا شوية بيكون عاطي تبطيطة كده، مبطط شوية مش زي الغرز الباقية. ففي ناس بتعمل الحركة دي، بيلفوا كده لفة ويروحوا ياخدوا نهاية الصف، تمام، وبيسحبوا الأول دي، وطبعا ارتفاع السلسلة مش موجود لأنهم سحبوا خلاص، وبيرجعوا يعملوا كده سحبة كل اتنين مع بعض. هو بس الاختلاف ان في لفة على الابرة، فبتدي هنا كده تخن وسماكة كده وطريقة مقفولة شوية عن الاصفف السابقة. بس هي دي، لو حبيتوا تنفذوها نفذوها، هي بتكون افضل بكتير من انتي تسحبي نهاية الصف بدون ما تلفي لفة قبلها. فانتي ومزاجك.
نفس الطريقة، على أساس إن أنا لازم أقفل الغرزة، فبروح أعمل غرزة بسيطة، أسحب وأعمل منزلقة. دايما نقفل بطريقة الغرزة أيا يكن نوعها، ده أفضل بكتير لينا، وهيخلي الشكل المربعات النهائي الخاصة بالبطانية يكون مقفل صح. كمان كل غرزة وليها طريقة التقفيل بتاعتها، زي ما احنا عارفين اهي دي طريقتها زي ما انتوا شايفين كده. ومن افضل دايما مهما كان نوع الغرزة قفلي بطريقة الغرزة، يعني هنا غرزة بسيطة بدخل في طرف السلسلة اسحب اعمل منزلقة، لو هي غرزة عدلة بدخل كأنها غرزة عدلة وبرضو بعمل منزلقة، وهكذا طرفين السلسلة زي ما انا متعودة اسحب وارتفع سلسلة، وخلاص كده غرزتنا تكون خلصت. زي ما انتوا شايفين غرزة لذيذة جدا، سهلة قوي للمبتدئين، وقد ايه هي منظرها متناسق وحلو وفي الوقت نفسه رخوة مهما كان نوع الخيط. اليزا تكرم اهو، اليزا لانا جولد، اليزا بيركيوم، كلهم اليزا ولكن زي ما انتوا شايفين نتيجة فيهم كلهم مفرحة. طبعا زي ما احنا عارفين مش من السهل ان نستخدم خيط رفيع ويبان فيه شكل الغرزة، ولكن بصوا الجمال قد ايه جميلة، قد ايه سهلة، تقدري تعملي بيها شالات، تقدري تعملي بيها كوفية تطلع تحفة، سواء رجالي او حريمي. الحريمي اعمليها مقفولة انفينيتي، الرجالي مثلا اعمليها مفتوحة او العكس، حط لها شراشيب، سيبيها من غير شراشيب، شكلها حلو حلو جدا بتفاصيل كتيرة، حتى مع اللون الابيض منور قوي في التصوير، بس شايفين برضو شكل الغرزة واضح وحلو قوي. غرزة البطانية بتاعتنا اهي، بصوا شكلها قد ايه جميل حتى في البطانية، فمميزة جدا وسهلة قوي. كده غرزتنا النهاردة تكون خلصت. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا الفيديو شير علشان يوصل لاكبر عدد مهتم بالكروشيه التونسي، وكمان تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.